في قبيلة بني عامر نشأ العاشقان الأشهران في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية قيس وليلى. عاش العاشقان اللذان صارت قصة حبهما مضرب الأمثال حتى يومنا هذا في العصر الأموي الأول زمن مروان بن الحكم وابنه عبد الملك. كان قيس بن الملوح ابن عم ليلى العامرية، وكان منذ طفولتهما يرعيان الغنم والإبل في الصحراء. ولما اشتد عودهما شغف قيس بحب ليلى، فأخذ يتغزل بها ويقول فيها شعرا حتى شاع أمر حبهما. فمسك أبو ليلى ابنته عن المراعي وحبسها في خيمتها لا تغادرها. ولما رغب قيس في الزواج من ابنة عمه ليلى منعه عمه، لأن العرب كانت لا تزوج المرأة من رجل تغزل بها في شعره. تعظم حب قيس لابنة عمه ليلى وازداد شغفه بها حتى سماه العرب مجنون ليلى. كان قيس بن الملوح يقول شعرا غزليا عذريا يتغنى فيه بحبه لليلى وهيامه بها دون أن يصف جسدها، فخالف بذلك مجون بعض الشعراء آنذاك وحسيتهم المفرطة، فقد كان حبه حبا روحيا خالصا. تعشقت ليلى وابتليت بحبها، وأصبحت منها في القفار أهيم، وأصبحت فيها عاشقا ومولها، مضى الصبر عني والغرام مقيم. كان عشق قيس لليلى عفيفا يتنزه عن كل قبيح ويترفع عن كل عيب، فلم يقع في فاحشة معها قط. ومن شدة حبه لها أن رأى ذات يوم كلبها في البراري فتبعه لعله يدله على مكانها فيراها. وبينما هو يتبع الكلب هائما يفكر في ليلى، مر على جماعة يصلون لكنه لم يتفطن لوجودهم. وعند عودته دعوه وقالوا له متعجبين: أتمر علينا ونحن نصلي ولا تصلي معنا؟ فسألهم مستنكرا: أكنتم تصلون؟ فقالوا نعم. وقد أخذت الدهشة منهم كل ما أخذ، فقال قيس: والله ما رأيتكم، ولو كنتم تحبون الله كما أحب ليلى ما رأيتموني كما لم أركم. كان في جواب قيس من الحكمة والصدق ما أحرج أولئك الذين سهوا في صلاتهم عن خشوعهم ومناجات ربهم. فقيس بن الملوح لم يكن رجلا ماجنا، بل كان مؤمنا بالله راضيا بقدره وبما ابتلاه الله من عذاب في حب ليلى الطاهر العفيف النقي. وله في الشعر الصوفي باع سبق به المتقدمين من أعلام التصوف: دعا المحرمون الله يستغفرونه بمكة شعثا كي تمحى ذنوبها، وناديت يا رحمن أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها، وإن أعطى ليلى في حياتي لم يتب إلى الله عبد توبة لا أتوبها.